بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمعاونة في رفع أنقاض العقار المنهار بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، فقد أعطى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بدفع عدد من الأطقم المدربة على أعمال الإنقاذ والإخلاء والتدخل السريع لمعاونة أجهزة الدفاع المدني في رفع أنقاض العقار المنهار وسرعة انتشال الضحايا والمصابين. وقامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بدفع أحد الأوناش عالية القدرة حمولة 70 طنا لتحريك الكتل الخرسانية المتراكمة وفتح الثغرات للوصول إلى الأماكن التي يحتمل تواجد أي من الناجين بها، كما عاونت عناصر من الشرطة العسكرية في أعمال التأمين وفرض طوق أمني في محيط الحادث وتنظيم حركة سير السيارات والمعدات المستخدمة في أعمال الإنقاذ بالتعاون مع أجهزة الشرطة المدنية بالمحافظة. يعني قبل ما احكي واقول قبل حاجة بحيي الجيش وبقول لهم تحيا مصر بيكم وبشباب الجيش، انتوا اللي حاميننا وانتوا اللي واقفين جنبنا، تسلموا من كل شر. واللي انا شفته النهارده بامانه ربنا بكل صدق وبكل امانه هندننا نقول تحيا مصر تحيا مصر الى ان تقوم الساعه. وفعلا كل من يحاول ان تسول له نفسه النيل من الجيش المصري او النيل منه باي وقت او ايا كان لابد ان يستحق الاعدام، لان الجيش المصري اللي ظهر النهارده لنا هو قادر على تحمل مسؤوليات البلد الى بر الامان. جيش الله يسترها معاهم ويبارك لنا في الرئيس السيسي، ربنا يبارك لنا فيه. نرجو ان هم نجزوا من امبارح وهم من ساعه ما جم عملوا انقاذ كتير. والله 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 ادي السلامه لكل راجل في الجيش من جندي الى الحاد الرئيس السيسي. والجيش جيبوا معداته وبرجالته، وانا دخلت بالحفار اشتغلت والجيش عمل كردون والشرطه وحمونا بصراحه، وما فيش بعد كده والله العظيم. يعني وقمنا بالواجب ولغايه دلوقتي اديني بقالي 12 ساعه شغال وما احناش عارفين نهايتنا امتى وهنخلص امتى. رجاله القوات المسلحه ورجاله الشرطه على اكمل وجه معانا بصراحه، يعني معداتهم وافرادهم وجنودهم وظباطهم بيتمنوا لنا اي حاجه نعملها والله العظيم. اما بقى لدور القوات المسلحه، فطبعا القوات المسلحه دورها لا باس به، دور مشكور جدا، واحنا بنشكر جميع افراد القوات المسلحه ابداء من الجندي المجند لحد قائد القوات المسلحه كلها. وكما بنوجه برضو نداء للاب الروح للقوات المسلحه ولنا كلنا الاب لنا جميعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على استعجال لنا بالقوات المسلحه اللي جت تنقذ ما يمكن انقاذه. فاحنا طبعا باسمي وباسم اهالي المحمى كلها طبعا دي كارثه، وبنشكركم ان انتوا واقفين معانا في الكارثه والمحنه دي. ياتي ذلك في اطار جهود القوات المسلحه لمعاونه اجهزه الدوله في التغلب على الاثار المترتبه عن المشكلات والحوادث الجسيمه التي تمس امن وسلامه المواطنين.